كل عام وأنتم بخير. واليوم هو يوم عيد في السماء وفي الأرض، وفيه ينظر الله سبحانه وتعالى للحجيج وقد لبوا نداءه ولا يزالون يلبون، صلى من صلى مع الإمام، في وادي عرنة وفي مسجد نمرة، ونمرة جبل في جهة المسجد الغربي، أي أنه في قبلة المسجد، لأن وادي عرنة في هذا المسجد ويسمى بمسجد عرنة ومسجد نمرة، ويسمى أيضا بمسجد إبراهيم عليه السلام، لأن الوقوف في عرفات قديم، يعني من ديانة إبراهيم، وإنما نساه العرب فيما نسوا من الديانة، فهو مسجد عرفة ونمرة وعرنة وإبراهيم. وكانت العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، ولذلك خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما درجوا عليه، فذكر أسماءه في القرآن الكريم باعتبار الصفات التي إذا ما ذكرت انصرف الذهن إليها بأنه هو الله الرحمن الرحيم، فصارت وانتقلت من الصفة إلى الاسم، فسميت بأسماء الله الحسنى. وأسماء الله في القرآن أكثر من 150 اسما، فعرف نفسه لخلقه تعريفا تاما. والفرق بين مصر القاهرة وبين مكة والحجاز ومنها عرفات، نحو 35 دقيقة الفرق في التوقيت، وليس هو الفرق في التوقيت بين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية، لأن هذا يقاس بالرياض وليس بالحجاز. ولذلك منذ أكثر من هذا الوقت أنهى الحجاج الصلاة مع الإمام ظهرا وعصرا وليس جمعة وعصرا، لأن الجمعة جهرية والظهر سري، فتجد الإمام خطب ثم قام فصلى ركعتين سرا ثم ركعتين سرا، يعني صلى الظهر والعصر جمعا وقصر. وعلى ذلك فهذه صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة، وإن سبقها خطبة سميت بخطبة يوم عرفة. ووادي عرنة بما فيه المسجد حتى بعد التوسعات ليس من عرفات، فيه جزء بسيط في التوسع الآن من عرفة، ولكن الاحتياط
أن الحاج لا يبقى فيه بعد الصلاة، فمن وقف فيه فاتته عرفة، فلازم نتحرك من المسجد إلى داخل عرفات، لأنه وادي عرنة يمينه من عرفات ويساره من عرفات وهو ليس من عرفات، فيجب التحرك منه إلى عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. بعد صلاة الظهر يبدأ التكبير كما نص على ذلك النووي وغيره، فنبدأ التكبير بعد صلاة الظهر. وكانت الصحابة سواء في عيد الفطر في ليلته بعد ثبوت هلال شوال أو لتمام رمضان يملؤون المدينة تكبيرا، يعني هم ماشيين في الشوارع كده، هو كل واحد يقابل التاني يكبر، يشتري حاجة يكبر، يقول له شيل عني الحمل ده يكبر، كل واحد كده هو يكبره كده هو، فيملؤون المدينة تكبيرا. وكذلك في هذه الأيام المباركة، لأنها أيام ذكر، فنبدأ درسنا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله
ولما دخل الشافعي مصر وجد المصريين يكبرون بهذا التكبير، خلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن كبر بما يكبر به الناس الآن فحسن، يعني استحسن هذا التكبير، لأنه لم ترد صيغة عن سيدنا صلى الله عليه وسلم يكون أولى أن نلتزم بها، لأن التكبير المطلوب فيه مطلق الذكر. وورد عن سلمان الفارسي بعض ذلك التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن أصل الديانة على أن الذكر ليس مقيدا، بل لابد أن تلتزم بالقواعد العامة كالتوحيد، لأنه لما سمع من قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملكك، فنهاه، لأن هذا فيه نوع من أنواع الشرك. ولما سألوه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: أتسألوني كما سألت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لا إله إلا الله. فكان يعلمهم خالص التوحيد، فمثل هذا الذي نذكره هو خالص التوحيد. ثم بعد ذلك وفي عصور تلي الإمام الشافعي أضاف المصريون الصلاة على النبي، وذلك لأنه على مدى 200 عام كانت تسب الصحابة من الفاطميين الذين سيطروا على البلاد، والحمد لله كانوا يكتبون على منبر الأزهر: من لعن وسب فله دينار وإردب. ولم يثبت أن مصريا واحدا لا أخذ دينارا ولا إردبا في مقابلة سب آل البيت ولا في سب الصحابة الكرام، فالحمد لله على العافية. وظل الفاطميون ومن معهم من جنودهم يسبون، ولكن ظل المصريون هكذا. فلما جاء صلاح الدين وأنهى هذه الدولة الخبيثة التي لم يرتضيها أبدا أهل السنة والجماعة في العالم بما فيهم مصر، أضاف المصريون على التكبير الصلاة على النبي وآله وصحبه وأنصاره وذريته وأزواجه وهكذا، فكانت إضافة حسنة. فإن كبر بما عليه الناس الآن فحسن، كلام الإمام الشافعي الذي ذكره في الأم. والمصريون ينغمون هذه الصلاة ويمدون في غير مواطن المد الذي في التجويد، وهذا جائز لأن أحكام التجويد مختصة بالقرآن، لكن أثناء الأذان ممكن نخرج عن أحكام التجويد. أحكام التجويد خاصة بتلاوة كتاب الله، يعني يحرم لمن عرفها أن يقرأ كتاب الله بدونها. إنما جاي يأذن بقى قال: الله أكبر الله، ويقعد 21 حركة. طيب
ايه موجب المد هنا؟ ما فيش موجب للمد. نروح نسأل الشيخ سيد شلتوت بتاع التجويد او قاعد اهو، فقال لك ما فيش موجب للمد. غلطانين يعني يا سيدنا الشيخ؟ حسب اطلاعه بقى، لو فاهم ان التجويد ده لازم هيقول لك غلطانين زي بتوع الجمعية الشرعية. قال لك قول كده الله اكبر الله اكبر الله كده، اما رفعت وهو بيجيبها 22 حركة كده لا، لا رفعت صح والمشايخ صح. ليه؟ لان الاذان ليس قرآن، فالتكبير ده ليس قرآن، فيقولوا الله أكبر الله أكبر، ما هو ده غلط في التجويد، لكنه ليس خطأ في إيه؟ في التكبير، لأن التجويد خاص بالقرآن، أي حاجة خارج القرآن يجوز فيها التجويد، لا يجب فيها التجويد.